مرحبا مروان. يا صباح الخير. صباح الخير. تحياتي. مرحبا. تفضل. نورتنا. شكرا. طبعا اكيد سمعتنا واحنا قاعدين بنحكي عن صيانه السيارات. غشيت. هلا احنا فايتين على الصيف. نعم. وكل الناس لازم تاخذ احتياطاتها من الشمس وتدير بالها على المكيف. اول خطوه لازم يعملوها اول ما يحل الصيف مستخدمي السيارات. هلا هي مش شرط الصيانه تكون مرتبطه بس بالصيف، المفروض الصيانه تكون مرتبطه على مدار السنه. الصيف له خصوصيته عندنا بالموضوع الحراره. الحراره دائما بنركز على بالجزء الميكانيك، بهمني انا اجهزه التبريد بالسياره اللي هي الراديتر الكولنت، وبنيجي على المكيف المخفي اللي بنركبه على السياره نوعيته، يعني كمان النشاش بهمنا لانه احيانا وقت الرطوبه نحتاجه اكثر من الشتاء. هذا بيصير بالصيف وبالشتاء كمان مروان، مش بس يعني معلش بحكي لك انا انه على مدار السنه احنا بهمنا، لكن بموسم الصيف بنركز على اشياء كثير مهمه اللي هي تبريد السياره بالاخص المكيفات. يمكن في الصيف تلقاها تخترب وقت الصيف او تكون حاره تقريبا، هل في احنا نقدر نسوي شيء ان احنا مثلا نغير الفلتر بين فتره وفتره او ان في او ان نضيف له شيء؟ هلا الفلتر مرتبط بعوامل الغبار يعني اكثر الاوساخ، فالفلتر لازم يتبدل بين فتره وفتره. بتلاحظ احيانا انه المكيف بيعطيك هواء لكن حار او مش قوي. الفلتر بيكون عامل رئيسي فيها، عامل رئيسي مهم في تبديله. طبعا احنا بنحكي عن فلتر المكيف. المكيف بيجيك نوعية الغاز، يعني احيانا الغاز اللي بيتم فترة بالكمبريسر بحاجة انه يتبدل او ينزاد او لانه الا يتأثر مع المدة الزمنية. فلازم. طب المخفي. المخفي. المخفي هو يعني من الأشياء الأساسية كتير نوار إنه تكون موجودة بالسيارة، لأنه يمكن الشمس بتكون حارة وإحنا كبنات متأثر كتير من موضوع الشمس وبصير عندنا كلف، خصوصاً كمان تغييرها لحتى تحافظي يمكن حتى على فرشة السيارة دعاء بالصيف من أشعة الشمس. صحيح. المخفي أنا بهمني دائماً أنا شو المطلوب مني من المخفي. المخفي في نوعين من المخفي، نوع بس مجرد للون والحرارة. ما له علاقة بالعزل الحراري، وفي أنواع العزل الحراري. المخفي العازل الحراري ما له علاقة بدرجة اللون، يعني ممكن يكون زيرو يعني صفر كلير تشوفي منه كأنه ما موجود ويعطيني 100% عزل حراري. وفي نوعيات بتعطي 75% عزل حراري، في نوعيات بتعطي 50، في نوعيات مع الزمن مع مرور 6 شهور 7 شهور لما تركبيه ببلش يمتص الحرارة، وهذا يعني كأنه مش موجود. بالعكس بيزيد حرارة السيارة. فأنا بهمني تثقيف الناس على نوعية المخفي اللي بيركب. يعني ما يخص المخفي بالألوان. لا ما له علاقة باللون. المخفي العزل الحراري ما له علاقة باللون. لأن دوا فكر فيها إن المخفي أسود لونه فأرده يكتسب حرارة. أحسنت. فلكن ما يعني بهمني الناس تعرف إنه المخفي ما له علاقة بدرجة اللون. أيام بالصيف بتلاقي إنه يعني فيك تسلق فيك تقلي بيضة على ال على ال. بتصير فرايد تشيكن كمان، مش بس بتصير فرايد تشيكن. حرام أنا بقى يعني بعت الهم الدوليب التواير تبع السيارة. هلا في الدوليب إيه يعني في شيء للصيف وفي شيء للشتاء، في شيء لازم يتغير. هلا عندنا لا ما في شيء اسمه صيفي وشتوي. تعال نسمع دام يقول نسمع على التواير وقت الصيف أو زيد الهواء اللي فيها أو العكس. لا لا هلا شوف مهيب. خلينا نحكي عن نوعية التواير وبعدين بحكي لك عن موضوع التنسيم. تنسيم. نوعية التواير عندنا هيئة المواصفات والمقاييس وضعت برنامج واضح لمواصفات الإطارات اللي لازم تركب على السيارات. وبالإضافة حكينا بالموضوع بتوقع قبل هيك، المصانع ما في سيارة ما مكتوب عليها مواصفات الإطارات اللي لازم تركب على السيارة، من حيث درجة الحرارة، الوزن، اللود اندكس، السبيد ريت، كله موجود على السيارة نفسها. اللي انا دائما بركز عليه انه بهمني الانسان اللي بيتعامل مع سيارته يهتم فيها، يعني اقل ما فيها القراءه بتاخذ معه دقيقه واحده لو قرا المواصفات الاطارات، ما يركن دائما على نقاط البيع. ممكن البياع بس بده يبيعك الاطار، في مراكز بيع اطارات لا بتثقف الناس، بتحكي مواصفات الاطارات اللي هي بتكون موجوده على الباب، بس تفتحه بس تفتح بتقرا وبترجع بتطلع على الاطار انت الارقام الموجوده عليه، لانه راح لانه موجود اطارات بالسوق بتلاقيها نفس المقاس نفس النوع نفس النقشه، لكن درجه الحراره بتختلف، اللود اندكس بيختلف، السبيد ريت بيختلف. فما المهم فقط بس المقاس، لا في مواصفات للاطار. بخصوص التنسيم، التنسيم هلا من 8 سنوات انوجدت تكنولوجيا الغاز النيتروجين. النيتروجين
يعني ما بيتأثر لا بحرارة ما بيتمدد بالحر ما في لأنه ما في نسبة ماء يعني بيختلف تماما عن الهواء العادي. الهواء العادي فيه ماء يعني H2O فمع الرطوبة مع الاستخدام بتلاقي نسبة ماء بسيطة تكونت داخل الإطار أنت ما بتشوفها بالعين المجردة. هذه اللي بتخلي الإطار يزيد الضغط فيه اللي هي سخونة الماء مش سخونة الهواء. النيتروجين حيد هاي الأمور كلها. النيتروجين إذا عبيت في الإطار 32 ضغط الهواء بتم 32 صيف شتاء مهما كان. طيب هلأ احنا البنات انا ونوار اكيد مش رح نفهم كثير بالعجلات والتنسيم وهي القصص، يمكن قاعد بهمنا موضوع جوا السياره اكثر من برا السياره. يعني احنا كبنات بهمنا انه مثلا سيارتنا تكون دائما مرتبه، بس بالصيف بصير عندنا مشكله الجلد تاع او الفرش تاع السياره ممكن يتشقق اذا مثلا ما كانت نوعيته منيحه او مثلا ما اخذنا احتياطاتنا اللازمه. كيف ممكن نتفادى موضوع تشقق الجلد بالسياره بالاخص السكان بعد يمكن والسكان مثلا؟ هلا طبعا اللون من جوا له اثر هذا طبعا يعني الاسود اسود يعني خلص راحت عليه صعب تتعامل معه كثير بالحراره. لكن مثل ما حكينا بالبدايه في نوعيات مخفي بتعزل نسبه منيحه من الحراره حتى لو كانت السياره واقفه بالشمس. انا اللي بيهمني دائما بالعزل مش بس مجرد انها تعزل السخونه، لا الاي ار اللي هي الاشعه تحت الحمراء هذه اللي بتاثر على اللون بتاثر على اشياء كثير في السياره. في نوعيات موجوده بتحمي، بعدين بدنا ندير بالنا وين نوقف السياره. مزبوط. في يعني الشمسيات اللي بنستخدمها داخل السياره. هلا المخفي الزيرو زيرو يعني انا بنصح حتى على الزجاج الامامي يتركب اذا كانت نوعيته ممتازه اللي ما بيمنع الرؤيه ما بياثر مثل النمش او شيء، لا هذا بيعزل كميه منيحه من الحراره حتى لو واقفه تحت الشمس. طيب وبخصوص الناس مثلا اللي بالصيف تحديدا عندهم مشاوير طويله وبيتحركوا كثير بالسياره، اعطيني مثلا هيك مثل نقاط واضحه للحفاظ على حراره السياره تضل محتمله ما تحس حالك انك عم تنشوي جوا السياره. هلا انت وانت ماشيه على الخط اذا المكيف اداؤه كويس وبيشتغل بفعاليه المفروض ما يصير في حراره جوا السياره. هي تقصدك المبرد المحرك نفسه الميكانيك. طيب هذا اللي هو الراديتر بنسميه باللغه اللي احنا نحكي الراديتر ما له علاقه يفترض انه ما له علاقه بصيف وشتاء لانه هو بيتعامل مع درجه حراره الماكينه نفسها. هلا الماكينه اذا بتعطيك درجه حراره 40 راح تعطيك اياها 40 بالشتاء وبالصيف. تتعامل مع دوران ماكينة داخلي أجزاء محرك داخلية هي اللي بتسخن. نوعية الزيوت اللي بنستعملها في السيارات برضو إلها دور بتحافظ على أداء الماتور كويس بتكون. يعني بهمني أنا كمان الناس ماشي ندور على سلع تنافسية سلع أسعارها منافسة بس ما ندور على الجودة الرخيصة حتى لو كان سعرها رخيص ما تسترخص بتأثر كثير. يعني في انواع موجوده الزيوت المكرره اللي موجوده بالسوق سعرها رخيص نعم بس برضه بتاثر على اداء الماتور. الراديتر بحكم في انواع مياه بتنحط في الراديتر اللي تزيد عمره لانه الراديتر احيانا مع الترسبات الكلسيه اللي بتصير ايا كان نوع المي اللي يصير فيه ترسبات اللي يصير فيه شويه صدى فبده اهتمام بين فتره وفتره تنظيف بسميها بلغتنا العاميه تشيش يعني العناية. بطارية كمان هلا البطاريات للأسف بالسيارات الجديدة بالماضي السيارات القديمة كانت في انديكيتر مؤشر البطارية في التابلون إذا ضعفت البطارية يضوي. هلا البطارية ممكن توقف في أي فترة لذلك في الزيارات الدورية للوكالات أو لمراكز الصيانة المعتمدة في عندهم نقاط معينة بيفحصوها بالسيارات من ضمنها البطارية. بطارية لها عمر ببلش من 100% بتناقص لما تصل ال 35 وال 40 انا بنصح بتبديلها احسن ما توقف. سو ما ببين معك على في اجهزه بتفحصها على السياره ما ببين ايه ما السياره ما بتعطي فجاه بتيجي ايه. بتدور السياره في سيارات حاليا ممكن توقف معك وهي ماشيه ايه انا وقفت معي وهي ماشيه باب النجار مخلع طلع اخر شيء ما في ما ممكن تشوفها لا بين المجرده ولا انه بس سبحان الله بتصير. انا عندي سؤال دائما يحيرني، ليش الناس يغسلون سيارتهم من تحت؟ غسيل السياره من تحت هل هي ياثر على الماكينه نفسها ولا لازم نغسلها من فتره وفتره؟ هلا عمي انت في عندك جلديات تحت في السياره بسميها الربر مع الغبار والرطوبه بيتاثر فبتحتاج يعني بتحتاج تنظفه. لكن في مواد مش ضروري تنظفه بالماء يعني في عندك مواد ثانيه غير الماء تنظفه. ثم
يعني في مراكز التنظيف خبرهم يعني انا اقول لهم ان لا تغسلونها بماي، في ماده ثانيه تغسلونها فيها؟ يفترض انه في مواد غير الماي، الماي يعني تكون شمعيه قطعه راح تصدي. هلا في مواد بتتعامل معها دائما، يعني شوف لك مركز كويس وبنصحوك. لكن في اشياء برضو، في المواد اللي بنستعملها للحمايه من الصدى اللي الاجزاء السفليه من السياره، في بعض المواد عليها ضمان 10 سنوات، مهما اجى عليها ان كان رطوبه ولا هذا ما راح تاثر على القطعه نفسها. يعني بين كل فتره نسوي كم فتره، كل شهرين كل شهر او كل اسبوع؟ هذا عليه ضمان، في مواد من 5 سنوات ل 10 سنوات، 10 سنوات ضمان كل عليها. طب الصبغ الخارجي مهند يمكن كمان بده حمايه، سبيشالي الناس اللي بتسافر مثلا فتره الصيف وبتترك سياراتها بالشمس، كيف افضل طريقه انه نحافظ على الصبغ الخارجي للسياره؟ هلا الصبغ الخارجي له اكثر، هاي دائما مثل الغطاء بالعكس الشادر. الشادر بياثر لانه راح يصير عليه رطوبه، راح يصير عليه كمان غبار وبيجرحها. لكن اذا في عندك جراج مسكر، باركينج مسكر، اذا ما في عاد هلا يعني في مواد شمعيه اغلب الناس مثلا ما عندهم اللي هو مسكر. النانو سيراميك كويس، النانو يعني العازل، هو النانو سيراميك بيعزل. وفي اللي احسن من النانو سيراميك اللي هو بنسميه الجلاد، البي بي اف. طبعا بيعتمد على حسب ميزانيه كل انسان، نوع السياره قديمه جديده. لكن النانو سيراميك كرينج معقول بالسعر بفيد. حلو بفيد. ما جربته بس شكلي رح اجربه. لا نانو سيراميك في نقطه دائما بحكي عنها بشكل عام، انه نقرا الطريق. الطريق بيعطيك اشارات للسياره تبعك كرمال تضاين اكثر وتتحمل اكثر. يعني اذا انت السياره عندك اياها الطريق مكسر وفي عندك طريق زفت، مثل هلا مثلا نحن عندنا شويه حفريات بالمنطقه، جرب تحاشى انك انت تطلع بسيارتك اللي هي سبور مثلا على الطرقات. والله يا هاب عندنا مثل كثير حلو، العليق وقت الغاره ما بينفع، بدك تكون مجهز حالك، يعني مرتب امورك. هلا كلنا بنعرف انه بالفجيره عندنا في عمليه صيانه لمعظم الطرق الرئيسيه، والطرق الفرعيه بعضها يعني مش كثير كويس للسيارات الصالون، بنتعامل معها بحذر. هذه هي انه ما نسرع، قصدي انه السرعه هذا يعني السرعه انا بالنسبه لي ما في لحد الان اي شيء بمنع حوادث السرعه. يعني للاسف امبارح نزل تقرير بالدوله، عندنا عدد الوفيات في الدوله بالعام 2018 بسبب سوء الاطارات بس 100، عدد الاصابات 1106 تقريبا. فالحياه غاليه، ما بستهين فيها مشان اطار نص عمر او ربع عمر او سعره كويس او مش كويس. مروان انا بعرفك انت عندك هوايه السيارات الكلاسيكيه، كنا بنحكي عن التجميع وهالقصص وكذا، انا شخصيا اخذت منك سياره مره جربتها. صيانه السيارات الكلاسيكيه اكيد غير كليا صيانه السيارات العاديه. والله اسهل ايهاب، لانه السيارات الحديثه دخلوا عليها انظمه صعب انت كانسان عندك الالمام ببعض المعلومات عن السيارات انك تتعامل معها. السيارات القديمه كنا نفكها ونركبها احنا، مزبوط، الكربوريتر امام، يعني كنا اسهل نتعامل معها. السيارات القديمه معظم المواد الاوليه المستخدمه فيها حتى بداخل السياره، الجلد نوعيته جدا ممتازه. هلا الحديث كله اجمالا دخل فيه المواد المصنعه، يعني حتى لما بتيجي بحكي لك هذا جلد طبيعي، تعامل معه كشخص انت، ما هو جلد طبيعي. التابلون صار بلاستيك، بالاول التابلون لو تطخه طلق ما بصير في شيء. مزبوط. ما بصير في شيء. البودي تغير، سعوا وراء الرفاهيه، لكن برضه يعني ماشي السيارات صار فيها كماليه اكثر، لكن كسيفتي والله القديم احسن. حديثك لا يمل منه يا مروان، كثير انبسطنا معك، شكرا على نصايحك. و عن جد رح اخذ بنصيحه التايرات، لاني انا اكثر بني ادم ممكن بصير معي مشاكل والله التايرات. والله هذا الموضوع جدا شو اسمه لازم اروح له انا وياك وناخذ صيانه. شكرا مروان، شكرا. نوقف اعلان وبنرجع بنكمل حبيبي.